يا فندم. يا وليد ايه الجديد؟ جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كام ساعه دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظه دي يروح محافظه تانية، ساعتها يتوه مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الاجابه. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه ضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حته في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجه تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصل لك. يعني هيوصل لك، عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره، وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. قريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لانك لو كنت قريت ملف سليم الانصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الانصاري ما هوش مجرد ديلر عادي او ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الانصاري كان متفوق طول ايام دراسته، كان ممكن يدخل اي كليه من كليات القمه زي طب او هندسه او صيدله، لكن اختار بنفسه انه يدخل الشرطه. وطول ايام دراسته في الشرطه كان متفوق تماما، اشتغل في المباحث في العمليات الخاصه، واثبت كفاءه عاليه جدا في الرمايه واقتحام الاوكار ومكافحه الارهاب. سليم الانصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما انت متصور كده يا وليد. ارجع اقرا ملف سليم الانصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريده؟ اي حاجه جه عليها دم امبارح حطيها في كيس اسود وارميها في صندوق زباله بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ مش ما ترمهمش كلهم في مكان واحد، خلي الصناديق كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجه. تمام. خلينا بقى في المهم، الموتوسيكل. واحنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش، صلاح التوخي اهم حاجه دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاه هنا في البيت ده فريده تروح في 60 داهية. طب وده هنعمل فيه ايه؟ الموتوسيكل ده وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفه. لو جدعنتوا يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمره الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي، بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه اي حاجه تربطنا بيه، دم بقى، بصمات، اي حاجه يعني، مفهوم؟ تمام. ماشي ماشي. طب بالنسبه للموتوسيكل يا باشا انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكا يعني مع واحد جارنا اسمه اللوست علي الحظ، فاللوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيره، ومره الحظ خانه فراحت المكن هيبقى فيه، فانا سبته ورحت اشتغلت في محل طعميه. اول ما دخلت المحل ام ناصر بقى جايه بتفتح الانبوبه راحت ضربه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريده انت عندك هنا عده؟ عندي اهو، في العربيه كمان. طب كويس، الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس، عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانيه ترمي كل حته في مكان. تمام. ولا يهمك كمان، هخلي لك اكبر حته في الموتوسيكل ده قد كده، بس الدنيا حته. ده الموتوسيكل. انت بقى ابراهيم. انا مالي بيه، هتفككني انا كمان؟ انا عارف انت واد جدع ومش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد حتى لو ابويا الله يرحمه. انت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عنا ابراهيم انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين يعني؟ انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه، ولو روحت بيتنا برضه الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك يا بيه بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بيه انا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي.
بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح الطوخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول مكاني فين. انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ لو سمحت هات لي العده يا فريد. من عينيا. حاضر. قول لك يا فريد، باب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي. يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا. ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن، اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف يا ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاثنين برضو خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي التاني في 60 داهيه، وقداميش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضو، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه. ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحة يا بيه يعني انت غيرها. اي والله. وبعد موقف الجدعانة والشهامة اللي انت عملته مع البت الغلبانة دي، وكنت هتودي نفسك في داهية وتضحي بنفسك، خليك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانة يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل. اطلع بريه. ما تخلص يا بيه. فينك يا عدي؟ ساعة بنصب القهوة. روح انت يا شطرة، احنا هنصبها. جرايه يا حاج، مالك في ايه؟ ما تهدى شوية. محدش يقول لي ده حماد. انتوا محدش حاسس باللي فيا، ومحدش فيكم مورود زي ما انا مورود. حماد بي عنده حق، احنا في السليم. وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. نعم زناتي مين؟ طب والظابط؟ الظابط ده ما يخوفش نملة، بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الداخلية مقلوبة عليه ازاي. بعدين يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع بينه وبين الضابط سليم طار، يعني ما بيخدمش لله في لله. مين؟ تقصد تميم؟ اه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم بيقولوا ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربية صاحبك في كمين، وضرب البادي جارد اللي معاه علقة لما فرط عظامه. يا راجل. يا اخوانا، هيفيدني ايه الهادي ده في موضوعي؟ ازاي هيفيدنا في ايه يا لطفي؟ الراجل ده محسسنا وبيعمل لنا جميلة. ما دام الطار واحد يبقى المصلحة واحدة، مش كده ولا ايه يا سيادة النايب؟ يا ابراهيم، ايه الأخبار؟ كله تمام، 100 100. فكيت لك الموتوسيكل يجي 25 حتة وحطيته كله في شنطة العربية. عن إذنكم هغسل لي ده بالشحن. ما تقلقش بقى، كل حاجة بقت زي الفل. ربنا يستر إن شاء الله. معلش يا فريد تقلت عليكي، بس انت عارفه بقى انا ماليش غيرك. طب ما طبعا مالكش غيري. بقول لك ايه، انا هطلع اغير هدومي، عايزه اروح الشغل اخد اجازه، وبعدين هعدي على مامتك. اجازتي؟ ما ينفعش اجازه طبعا، مش عايزين اي حاجه غريبه اليومين دول تلفت النظر. ايوه يا سليم، بس هسيبك. اسمعيني بقى، ما تتعبنيش بقى. حاضر. ويسلمي لي على امي وعلى سلمى، وطمنيهم عليا. ماشي. على فكره ابراهيم ده جدع طيب وابن حلال، انت مش متخيل عمل معاك ايه، وكان بجد خايف عليك من قلبه. غيبان، ما فيش حد ليه امان في الدنيا دي اليومين دول. انا هروح اغير. بقول لك صحيح، معلش انا كنت احتاج منك خدمه. قول لي. عايز تليفون وخط، بس ما تقوليش باسم حد. انت عارفه ان كل الناس اللي حواليا متراقبين دلوقتي. هتعرفي؟ هعرف يا استاذ، انا مديره اكبر شركه موبايلات في مصر. مش هو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك؟ اهو نافعك اهو دلوقتي. والنبي ده وقته؟ اهو وقته. مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حقي يابا. تصدق يا صحتك جت على الحبس. ما تضحك يا ما تضحك، خدت افراج.
يا سبحان الله. شفت بقى سليم بيه طلع الحل من بعضه. حكايتك شبه حكايتي. شكلك مش مصدقني رغم ان انا صدقت كل اللي حضرتك قلتهولي. هو انت ليه سليم بيركب دماغك يعني ومش قادر تنسى ان انت ضابط شرطه وان انا حته تمرجي غلبان يعني؟ ده انت حتى بيه ذقت الظلم مش قادر تحس ان واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوم. ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ يا باشا انا ما بقولش. سعادتك اللي باين عليك يعني ان انت شاكك فيا، شايف ان انا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيكذب عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكذب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم بقى انا مش محتاج اكذب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكذب عليك ليه؟ ده انت هربان زي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهم. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هممني بقى الطبنجه اللي معاك ولا هببني اي حاجه. انا بس مش عايز اسيبك وانت عيان. بص يا سليم بيه. طيب يا بيه ماشي. انا هطلع يا بيه. ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش. اصل اللي انا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صاله عادي، ده كان محتاج مستشفى واوضه عمليات تعقيم. ما تنساش تاخد الدواء بيه. احنا اسمك. انا هطلع اصلي وبريح شويه. انت يا فريدة مطمنة عليه انه كويس؟ والله يا طنط كويس وزي الفل وبيسلم عليكوا كمان. حبيبي يا سليم. الله يسلمك ويسلم. يبقى لازم اروح له اقنعه يرجع تاني. لا يا طنط تروحي فين؟ البوليس مراقبك انت وسلمى، ولو اي حد فيكوا حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى فيه خطورة كبيرة جدا على سليم. طب ما تتكلمي انت معايا فريدة، هو بيقتنع حبيبتي بكلامك. لازم يرجع، كده بيضيع حقه. حاضر يا حبيبتي، ما تقلقيش. يا ساتر يا رب. وطلعوا مين الولاد دول بقى سواليت؟ ملحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. سعادتك عارف ان هم اتنين مخبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح. تزود الحراسه على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، محدش جرى له اي حاجه. مفيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده. يا حبيبي ما تحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقول لك إيه؟ أنا جبت لك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري. اخلص يا علي. اسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. أنتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه.
بس بكره الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول. انا اسف، بوعدك ان ده مش هيتكرر تاني ابدا. هي مين فريده اللي كانت موجوده وقت الحادثه؟ دي زميله بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبه سليم. طب ما انت عارف كل حاجه، لازمتها ايه بقى الاسئله؟ لا بس مندهش بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبه، ومع ذلك هي كانت مصره انها تبقى متواجده معاكوا دايما، لدرجه انها كانت موجوده معاكوا في النيابه. ما هو الود ملوش دعوه بالنصيب، ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشره؟ ربنا دايما معروف. على فكره لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجه. وانا اسف على الازعاج. سلام عليكم. ماما انا لازم اكلم فريده تنبه سليم، الراجل ده شكله مش سهل ابدا. هو هتعملي كده؟ انت ما سمعتيش فريده لما قالت ان اخوكي بيقول لها انهم مراقبين التليفونات؟ امال هنعمل ايه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكنك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر، ربنا يستر. هعرض لكم فيديوهات اللي صورها بعض اهالي المنطقه، استنونا بعد الفاصل. علي النعمة، ده انت دماغك هسست زي ابوك يا ابني. انت صعبان عليك تفرح؟ مصيبه والحمد لله انزاحت، عايز ايه تاني؟ مصيبه وانزاحت؟ ما هو انت هتشغل بالك ليه؟ انت عيل بارد اصلا. لعلمك بقى دي اول مره في حياتي اتفق انا ولطفي ابو المجد في حاجه. الحوار ده مش هيعدي بالسهل يا شادي. طب خد خد ولع دي، هتلاقي الحوار عدى على طول. لا يا شيخ. الله يخرب بيت سنين. ايه ده بقى شويه؟ ابوك ولا ايه؟ لا دي مراتي. الو. ايوه. لا لا جاي دلوقتي. حاضر هكلمك اول ما انزل العربيه. انجي انا بحبك. ايه ابو ورده اترفع وشكلك هتتلسوع؟ ها لا لا يا عم، ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخذ مخالفه. على الطلاق يا تامر، انت عيل برنس، لا جواز ولا وجع قلب. اه طبعا، وانا عبيط عشان اعمل في نفسي كده؟ الجواز قال لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك دي غلبانه وطيبه. في ست طيبه مع جوزها يا صاحبي، خلي بالك على نفسك. سلام. سلام يا عم. وانت مالك يا حماد؟ اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص، ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك لينا يا باشا، وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماد، انا مش عايز اظهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصوره، كل اللي طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه، انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك قد وانت خارج من اداب، انما انا بخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا ريس. صحصح كده. ماشي. وخد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى. الله يرحمك يا عسليه. قطعت بيا يا بت والله. قطعت بيا يا وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابه؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضيه كلها لطفي بن مجد وابنه. لطفي بن مجد وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده، ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموص يا ستي، العشاء مغدو قوي، عايز نعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني.
ما هو بصراحه يا سليم الراجل متثبت من ساعه ما عرف ان انت ظابط. حاول يعني بالراحه عليه شويه. براحتي يا ناقصه محن، انا مش ناقصه في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب بقول لك ايه، افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخش جوه. ماشي. مساء الخير.